السلام عليكم خواتاتي، اش اخباركم؟ هانيين، كلشي مزيان؟ كي دايرين مع الوليدات؟ كي دايرين صحاباتي وخواتاتي؟ كيقولوا لي بعض الاخوات علاش ما كتقوليش زعما على ليا لطبات السلام للميمات الخالات الزوينات كيتابعوني لهلا خطيكم. اليوم فيديو جديد غادي نبارطاجي معكم كيفاش غادي نقاد الهدايا للوليدات. غادي نبارطاجي معكم المهم عندي روتين متنوع، غادي نعوم البنيات بجوجات، وغادي نبارطاجي معكم من الصباح حتى العشيه كيفاش دوزت نهار الحد. هذا راه نهار الحد، يعني نهار خلاو مثلا نهار الاجازه، يوم الاجازه، يوم الحمام، يوم جري عليا نجري عليك بحال السبت. صراحه الحد كترتاحي فيه، كدوشي فيه، المهم كيبقى لك واحد الوقيته اللي هي خاويه. ولكن انا مع كان عندي داكشي الهدايا كان عندي شويه الحد عامر. المهم غادي نبارطاجي معكم بعض المنتجات زوينين هكا التشقق القدمين اللي كتنعاني من تشقق القدمين ولا اللي رجليها ناشفين. واحد البرودوي زوين بزاف بزاف. المهم انتم معي في النهار، الى عجبكم فيديو دعموني باللايكات ديالكم، والا كنتي اول مره كتشوفي القناه ديالي ديري ابوني ومرحبا بك معايا. يلا فرجه ممتعه وخلوا لي تعليقكم. اول حاجه بديت بها صباحي وهي نور يلا فقط فطرنا، قلت لها اجي بنتي غادي ندير لك الزيت لشعرك حيت غادي تدخل توش اليوم. وهذا هو الزيت اللي كندير له دابا، ما حد ما مشيتش لالمانيا كندير انا زيت الكوك، ولا ما كنتش عندي سقاده ليا كندير لها زيت اللوز زوين. هذا كناخذو من محل ديال الزيوت هنايا في هولندا. هذا مبقاش عارفه واش غادي يجي من دتشين ولا هولندا باغيت. المهم زيت اللوز زوين للوليدات، وزيت زيت الكوك هادو هما ما نقولش لك زوين للوليدات، ما عرفتش انا واش هو فوق الوليدات الاخرين والبنيات الاخرين ولا لا. المهم انا بالنسبه لبنتي كندير لها زيت اللوز ولا زيت الكوك، وانا حاليا متبعه زيت الحشيش، هو اللي كيخلي لي شعري يطوال بزربه بزربه، غير كنمشي نقص منه. المهم هنايا غادي ندهن بنتي شعرها مزيان مزيان، وندخل لها في الفروه ديال الراس الزيت مزيان. المهم وغادي نقادو ليها وندفرو ليها صافي، عاد ديك الساعه غادي نبدا انا الشغال ديال الدار وغادي ندير داكشي اللي بغيت. دابا داس باش غادي نوجد داكشي اللي غنصايب للوليدات. غادي تعاوني حتى نور هكا ديما جيبوا وليداتكم اللي هكا بحال مثلا نور عيد ميلاد ديالها، قلت لها اجي باش تعاونيني وتصايبي معايا داكشي ديال الوليدات. قالت لي واخا. المهم حاولوا ديما تخليوا وليداتكم يساعدوكم في داكشي ديالهم، باش هكا كيبقى عندهم ديما رغبه باش يصايبوا. كيقولوا له هنايا بحال هادشي بحال كنتسله، يعني بحال اش نقول لكم. المهم الوليد كيعاونك وكتبقى عنده هكا فكره في راسو، وعرفتي هنا كتسولني ماما هادشي ديال منك ولا راه ديالك، ولكن غنديوه للمدرسه. وهانت عرفتي اش دارت لي بعد على دوك الكرات؟ ماما عطاني وحده، قلت لها الا شاطت غادي نعطيك، وفعلا شاطو، كانوا شاطو جوجات حيت هما عير 18 وهي هذيك يمكن فيها 20 10 10. ايوا راكم عارفين نور كتسول بزاف، نور ما كتسكتش. نور اكتيف بزاف، حركيه بزاف، انتما تشوفوها ما كتريحش. عندي بنتي حركيه بزاف 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 فوق القياس. شي ولد اللي مشطون نور اكثر منه، خاص بالكم راها سويكته ودريويشه، ولكن راه فعلا حركيه ما كتقدرش تزقى. اي اختي. المهم هنايا حنا راه كنصايبوا مع بعضياتنا وكنشرح ليها في نفس الوقت. Thank you.
هانتوما راه عاطين معاهم هادو هكا لا خديتهم من اكسيون. هاد اللعيبات اللي كتعمرهم كيعطيو مع ما دز بيهم هكا كتسدي بهم تسدي بهم كادو من اللور. دابا انا كنت بغيت زعما ناخذ شي لعيبه نلصقها ونكتب فيها سمعوا الاخرى راه داويه معايا صافي كنديروا لهم هكا ونسدو بهم الكادو ديال الوليدات صافي. انا كنت كنصحاب هادي ما تاش ليا. المهم انا درت لهم جوج حاجات اللي ديال اللعب ودرت لهم الشوكولاط والفانيل يعني حاجه بسيطه الوليدات كتتفرح فيهم يفرحوا معنا داك النهار. يا رارا دايره السعاده مع واحد البلاستيك كتبغى تاكل وما عطيتها واحد الحاجه كتلعب بها نسات الماكله. هانتوما شوف باش كتلعب بهذيك الميكه ديال الخواتم فرحانه وانا باقي كنسد صافي ساليت غطاسي كملتها هاكا الحيده عليا دابا لانني وسط السيمانه كيكون عندي عمل ودابا غادي نطلبهم يعطيوني نهار لاربعه يعطيوني فغاي يعني يعطيوني روبو داك النهار باش نكون مع بنتي الا بغاو ما بغاوش ما ديما ندير. بالنسبه للكادو نور عطي لختك تحت لها في الارض قلت لكم خدينا لها كادو اونلاين ما عنديش الوقت فين غنعاودو نخرجو ما مساليش صافي ضمنتينا هنا اونلاين غادي يجيها غدا هي اللي باغا هذاك الكادو حنا خديناه على قد السن ديالها مشات نور تحت الطبله صافي مشات نجري. المهم انا غنكمل هذا الشيء ونرجع معاكم البنات شوف كيفاش دايرين اللي قلت لكم فيهم شكرا داكشي غادي نديرهم للاستاذه استاذات ندير لهم ثانك يو يعني شكرا فاش نسد السينتا نسدها بالسينتا السينتا غنلصق فيها ثانك يو شي كيفاش كيجيروا له هكا كتلقاو في اكسيون زوين بزاف هذا في 150 وحده صافي فور يو في كلشي. دابا انا غادي نعزل عليه ثانك يو نديرها هذا اللي كاين وما غالياش الثمن ديالها ما غاليش بزاف المهم كيجي الكادو على هذا الشكل كون وفي باكيه ديال الشوكولاط من الفوق ما هما كيشربوا قهوه في المدرسه كيشربوا اتاي وعندهم كويسات ديالهم هكا حتى هذا راه زوين المنظر ديالو زوين كيدير شي 3 اورو جوج اورو شي حاجه رقم وصل 3 هكا هي ميك اب يا راجل قالت لك مبغاتش الحليب بغات بيسكوي ايه سالي نيشا الحمام ياك يا اختي يا اختي يا اختي يا اختي يا اختي. هانتوما البنات الكادو الاول ديال الاستاذه كيفاش درنا ليه و ها ثانك يو فين جات صافي اوكي الشوكولاط من الله كاس من الله اش بغيتي حنا درنا دوش دارك كنتي
Ja, dadelijk komen ze. Ze doen toch alles van Europa. Europa is Noorwegen en Nederland. ايوه هي نويرات هي عامات بالصحة يا بالصحة يا انا نمشي نلبسها باش ندوش حتى انا صافي البنات من ورا الدوش شنو درت دهنت شعري بهذا ديال جون فريدا هذا اللي كنت عطيت نقاش فيه بزاف قفاش فيه كيكا شوف هو اللي دايره دابا من ورا الحمام صافي شط شعري ندير زيف الجسم ديالي رطبته بهاد كاس كاس ورجليا غادي ندير ليهم حتى هما هاد الكريم صافي حيت دابا انا ما غاديش نبقى نوض حتى العشيه لان جابده الشاورما من الديفريز غندير معايا الشاورما مع الفريت الله يجعل شي بركه بالنسبه لهذا هذا هو اللي غندير دابا رجليا زوين بزاف البنات القدام اللي كيعانيو من التشقق ولا رجليهم من التحت كيوليو قاصحين بالوقفه وهذا هذا راه زوين تلقاوه في كرايد فات غادي نديرو غادي نلبس طقاشه صافي الجسم ديالي راه رطبتو بالنسبه لوجهي كندير ليه هذيك ديال لاغوش بوزي ديال الحبوب الا حيدتها كيعاود ينوض لي الحبوب في وجهي المهم غادي نهبط راني حاطاها لتحت نسيتها البارح فاش كنت غادا خارجه درتها وخرجت وخليتها لتحت المهم غادي ندير هذا وغندير هذا اللي يديا فيه خديته من دو بودي شوب ديال العسل وحليب اللوز والعسل غادي ندهنو في يديداتي المهم بالنسبه للديودورون ديال الديودورون اللي كندير حاليا فصافي هادشي اللي كندير وهذا ديال الجسم تاو خديت من لوفيتيال هذا غادي الجسم والشعر بجوج هادشي هو اللي درت المهم دابا غنمشي نرطب رجلاتي وننزل عومت البنات عمت انا تهنينا يا اختي غير نهار كله وانا نجري عليا نجري عليك انتما كيبان لكم راه الكوفر اللي ديالنا مسيا ما دايراش ليه الغطاء حتى يلا زولتو بحال الطوماطه ديروها الا عندكم الوقت ديروها جوج مرات في النهار بلي شكون اللي عنده الوقت دابا كلشي جرى 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 واللي ما عندهاش الوقت ديرها هكا بحال كلا كان عندكم بحال والو تلقاو صحاب المغرب عندكم جوج وقات هكا اللي كتبلك في العشيه تجلس تخدم ولا تنعس ولا ولا شوف شنو كدير دهنيها غسلي رجلك ودهنيها وجلسي وتاني تبغي تنعسي دابا انا شنو كندير كنديرها هاد الوقيته الا عندي الوقت ما عنديش كنديرها حتى هكا طلع نور نعس كنديرها وكنلبس تقاشر وكنجلس ولكن كنبغي نعس راه كنحيد هاي التقاشر ونغسل رجليا حتى تلقاوهم رطبين كنت كنشري وحده من اكسيو حتى هي كانت مزيانه ولكن هذه قال لك ديال رجليهم ناشفين وسونسيبل وفيهم التشققات اللي عندها تشققات في رجلها غادي تليق لكم هذه وما غالياش ما غالياش عرفتي ملي شريتها عجبتني صراحه عجبتني كريفاس غتلقاوها في كرايد فات صافي عندكم هذه وعندكم واحده سميتها فازلين هذيك فازلين على بغيتي ترطب رجلاتك وايديداتك كان هذه خاصه على رجلين هذيك ديال فازلين كانت عجبت حماتي وكانت عجبت مامو وخديتها اليوم بجوج وماما داتها المغرب واخرى داتها لدارها المهم غادي نهبط دابا نجلس نمونط لكم واحد لا فيديو اللي كنت نزلته لكم نهار الحد ديال المشتريات نتمنى نكون فوتكم في هذاك لا فيديو ماما هاد الوقيته راه باقي ما نزلتوش لكم الله يلا نمشي هنايا غجبت هاد الحلوه من الثلاجه كان جابها هشام كلا من نوا ونور انا قلت انا ندوقها ديال بيستاج ولكن ما عجبتنيش حلوه بزاف عرفتي فايته القياس انا ما كتعجبنيش حاجه اللي تكون حلوه بزاف هذيك الكريمه اللي فوق اللي فيها البيستاج وفيها لا كريم حلوه
ما نعاودش لكم كي دايره في الحلاوه. ويلي ويلي ويلي، كليت منا جوج معلقات وحيدتها ليا. برضو نجيك قول بغيتي قهوه. خلاتها اتاي اتاي بحال هنا؟ ايه 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 بحال هنا تنور. لا قول واش بغيتي قهوه. طيب ناس انا لابسه بينوار ديال الماما بينواراتي كاع صغيره عليا كنت صيفطتهم المغرب خصني نشري بينوار. ضربت الوالده على بينوار حاطاه في البيت الفوقاني في المريو. ايوا زيدو بستو دابا كنرجع الحوايج حوايجات كنرجع الماعن المريو كل حاجه كنرجع لبلاصتها. وديك الساعة غنحط الشاورما في الكامي في المقلة طيب ونمشي نريح. صافي حدا فين نجمعو الكوزينة. أسيد أكل درت حنا مغربي خرقة صابو البلدي حب العلم غريبة شي حاجة نويا وجمعتي جمعتي الدنيا درتي أوبغايما ما في ماشي فين زبار فاش بغيتي تبغي هذاك كوفي مالك ولا خونا مالك؟ خونا مالك بيتي بابا خليها في الكيسات صغيرين؟ اه هو باقي اه خد سخنيش لا بس ما كاين فيه والو خديت من اوفر عندي قشمي يا لا صافي بنات جمعت الكوزينه هنايا الشاورما غادي نشعل عليها دابا غير مغطياها غادي نشعل عليها دابا باش طيب هذا الماء يلا طيبته ليا راه دابا غنشرب هم 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 تاخذ شويه اوكاك لا بغيتي ايكوكنيت اي صافي ايكوكنيت ماما يا ميا ها صافي يامي دوزنت الشاورما مع الدجاج مع فريتها الحمد لله اوكي يلا كولي شبعت